لا بلغنا معكم سلام واحد عاملين حلقة جديدة معكم دكتور جوستين بدوي. قال لك نحن ملوك القلاع، ونحن بلاد غير منتجة، ونستهلك كل اختراعات الغرب في كل، وعنه كتبت صحفية قالت تحت عنوان أفيق ويرحمكم الله. علق الدكتور حسام بدراوي الأستاذ الجامعي والسياسي على الجريمة الإرهابية اللي تم بفرنسا وطعن 3 أشخاص في هجوم بالسكين على كنيسة نوتردام بمدينة نيس. قال بدراوي في حسابه الشخصي: أتحدى أن يكون الغاضبين الثائرين على فرنسا ورئيسها قد سمعوا أو قرأوا خطبة ماكرون بأنفسهم، مؤكدا أنه لم يبذل أغلبنا جهدا ليستمع بنفسه ويتأكد. هو يحافظ على فلسفة وجود فرنسا الجمهورية، وهو ما نعبر نحن عنه بالدولة المدنية الحديثة. من الآخر كده، كان كل اللي بيسمع ماكرون ناس جهلت فرنساوي بما فيهم. انا بتحدث فرنسية لكن ما عرفتش افهم كل حاجة قالها، يعني لان الله يرحم الفرنساوي اللي الواحد كان بيتكلمه. فمعظم اللي زجوا نفسهم في العراطة والكلام والهري ما كانوش اصلا فاهمين هو قال ايه. واضاف: انا لا ادافع عنه ولا يهمني ذلك، وهو اخطأ لانه لم يراعي اختلاف الثقافات، وكنت اظن واجب علي الاعتذار عن مذابح الاستعمار الفرنسي في افريقيا والشرق الاوسط في التاريخ القريب، ولكني ارى ايضا تهيج الشعوب المسلمه والهاب مشاعرهم لصالح الارهاب والذبح والقتل باسم حب رسول الاسلام. واردف قائلا ان الرساله رساله سلام. فانت كده يعني الناس يعتبر اللي بيعملوا الحاجات دي هم كده مسيئين. واكد بدراوي ان محبه الرسول للاسلام ما ينفعش يتم التعبير عنها بالعنف، هو الإساءة الحقيقية للإسلام والرسول الإسلام، وأن ذبح الفرنسيين في الكنيسة في نيس وغزة ليس إسلاما بل إرهابا وجماعة الإخوان الإرهابية وداعش والقاعدة وبوكو حرام وأطماع رئيس تركيا وغيرهم من الإرهابيين هم الإساءة الحقيقية للإسلام. وقال: أرجوكم انظروا إلى تاريخنا القريب من قراءتنا للعدو الصهيوني والأمريكي. هل هددت أحد؟ نحن ملوك الكلام والنفاق، نقول مقاطعة ونحن بلاد غير منتجة، ونستهلك كل اختراعات الغرب في كل لحظة من حياتنا. واسترد قائلا: نظرا لأن الناس لا تقرأ إلى النهاية وانفعالاتهم تسبق عقلهم، فإنني رغم كلامي العقلاني أدين كافة أنواع الإرهاب في كل مكان وبأي سنة. قال كده الإرهاب الذين لهم، وقال: أدين كافة الفتاوى التي تحض على العنف والعداوة وإثارة الكراهية بين المعتقدات، والتي شكلت أبلغ إساءة لكل الأديان، ويجرى توظيفها لتنميط الإسلام السمح بالإرهاب وتبرير توظيفه السياسي كعدو افتراضي. وقال في كلامه إنه كان مواطن، إن هو خصوص إن هو مواطن مسلم بيعتز بدينه ويحب رسول الإسلام وبيرجو استخدام العقل في إظهار جمال الدين. تعالى كلام دكتور حسام. وقال: يا جماعة بالحب نكسب وبالكراهية بنخسر، وإن مختصر مفيد إن مش ده الرد السليم عشان تثبت إن دينك سمح. اثبت أفعالك، اثبت بتعاملك. هنخرج شوية يا جماعة من إطار فرنسا و موضوع برضو مهم جدا، وهو القضية بين الكنيستين الأنجليكانية والإنجيلية في مصر. انتظرونا في الفيديو القادم. سلام الله معكم. حياة يا جماعة، تنسوا اشتراك، تفعيل زر الجرس واللايك والتعليق.